الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رجعنا وياكم والتقينا بكم في اليوم الرابع من رمضان ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الصيام وعلى القيام وان ينفعنا الله بما نقول وينفعكم بما بما قاله الله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم حلقتنا اليوم راح نتكلم احبتي في الله عن موضوع مهم جدا حقيقه. اللي ياخذ بهذا الموضوع بهذا المعنى بعين الاعتبار يعيش في الدنيا وهو مرتاح، يعيش في الدنيا وهو مستسلم كلم يوم تكون ميت في يعني كل الميتة تأتي تأكل الجيفة هكذا حال الإنسان مع الله تسليم كلي موضوع حلقتنا اليوم عسى خير عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه قاعدة قاعده في اصول الايمان اذا استوعبناها وهو الايمان بالقضاء والقدر ادخل لكم في قصه ذكرها ابن جوزي في صيد الخاطر والله تعالى اعلم قال بان ملك كان عنده وزير هذا الوزير رجل صالح دائما يذكر الله على كل حاله واحواله يذكر الله فيوم في من الايام هذا الملك عنده فاكهه يقطع الفاكهه على يده واثناء ما يقطع الفاكهه على ايده فجرح ايده مع الفاكهه فسال الدم على يده على ايده فقال كان كان الوزير قال له عسى قال له لعله خير الملك غضب لان الان مجروح وسبحان الله الانسان لما يقع في حادث لازم انت تواسيه حتى بالكلام يعني تقوم تخفف عليه وتعطيه شيء وتسعفه فكانت تقول لي لعله خير بفعل عله خير لكن بدل ما تسعفني وتقول لي بالطريقه هذه بمعنى الكلام فقال خذوه جردوه من منصبه وخذوه الى السجن فتره غضب فأخذوا الوزير وهو ماشي الوزير كان يقول عسى خير لعله خير قال المهم هذا الملك معتاد انه يذهب الى الصيد كان معاه الوزير دائما يخرج معاه الوزير لكن في هذه المرة الملك كان بروحه الوزير مش معه فهذا الملك وهو مشغول في الفريسة بالصيد دخل في غابة وفي الغابة في, في ناس يعبدون آلهة فنذروا أن أول, أول الداخل اللي يدخل في الغابة أنهم يقربون قربانا لهذه الآلهة فمن دخل عليهم؟ دخل عليهم الملك هم ما يعرفون لا ملك ولا يعرفون غير ناس غجر يعني في الغابة عايشين المهم قبضوا على هذا الملك فقبل لا يذبحون يقدمون قربان الآلهة واحد منهم من فقهاهم الآن يعني يقول يقول لهم شوفوا فحصوا القربان لعل فيها عيب يوم فحصوا الملك شافوا في يديه جرح قال ما قالوا ما يجوز ان نقدم للالهه لل قربان فيها عيب تركوه هو ماشي الملك يطالع يديه يقول والله كلام الوزير حق عسى خير ولا كنت ميت انا بين يدهم فاستدعى الوزير قال حق الوزير حدث معي كذا وكذا وقال له القصه كان يقول لي انت ليش قلت عسى خير او لعله خير وانت رايح السجن؟ قال يا سيدي لو انا كنت معاك كان خذوني بذلك لكن الحمد لله اني ما كنت معاك لان انا ما في جرح في جسمي عسى خير لو عسى خير هذا المعنى واضح وعظيم في حياتنا اي احبتي في الله لذلك مثل ما قال ابن القيم قال فلا انفع من الاستسلام والقاء نفسه بين يدي القدر بين يدي القدر كلميته فان السبع لا يرضى ان ياكل الجيفه ابدا ويقول ابن القيم شوف حتى في كتابه الفوائد يقول اغبى الناس من ظل في اخر سفره وهو قارب المنزل يعني انت الان جريب جاي يعني من السفر تبغى تدخل بلادك وتضيع هذا غبي صراحه ما ضيع اول طريق نصف الطريق تضيع وانت هذا الانسان اللي يعيش في الدنيا وهو يفكر في الدنيا من هيات الدنيا ما باقي لك الا يمكن ايام نحن كل يوم نتقرب الى الله سبحانه وتعالى ننشغل بالاخره ما ننشغل بهذه الدنيا فهذه القاعده تجعلنا مع الله وذكر ابن القيم ايضا في هذا المعنى في معنى التوكل والخيريه وعسى خير قال في كتابه الفوائد يقول اللي يترك الاختيار والتدبير يترك الاختيار والتدبير رجاء زياده او خوف من نقصان او طلب صحه او يبى يفر يعني يبقى يشرد من المرض شوف وعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالاختيار والتدبير وان تدبير الع... الله لعبده اخير وافضل من تدبير العبد لنفسه الله هو اللي اختارك انت ما تختار لنفسك فهذا الله يعلم بمصلحته راح يناله الخير من الله سبحانه وتعالى يقول لان الله ارحم بك من نفسك شفتوا كيف انتم رحماء بانفسكم تخافون عليها والله كما ذكر كما ورد في الحديث وذكره العلماء بان الله ارحم بنا من امهاتنا من انفسنا الله يبليك بلاء مو بأساس ان يعني ان ان, إن لك لا ان الله اذا حب عبد ان الله اذا حب عبد ابتلاه واذا ابتلاه صبره ذلك نذكركم يا اخواني اخواتي بالاتصال والارقام بتكون ظاهره على الشاشه وعبر التواصل الاجتماعي هاشتاك وصايا الخير فنسعد بارائكم بمداخلاتكم و وبالاسئله تطرحونها ونجيبكم باذن الله في موضوع هذه موضوع الحلقه عسى خير. لذلك لما ذكر ابن القيم هذه القاعده قال في هذه الايه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون يقول يقتضي من العبد أن يفوض أمره لله سبحانه وتعالى ويرضى بما اختاره الله وذكر ابن جوزي أيضا في صيد الخاطر يقول البلاء لما ينزل في الإنسان كفعل الطبيب تفون الطبيب شو يسوي؟ يقول يجرح المريض يعمل عملية جراحية صح ولا لا؟ أنت تشوفون الظاهر أن في مضرة عملية يشق لبطنه يفتح راسه بس في النهاية مو بعلاج يستأصل منه ورم خبيث يط... ي... ي... يعالجه من السرطان لذلك يقول بعد هذه العملية يكون خيرية كذلك البلاء إذا نزل فيك تكون لك خيرية من الله سبحانه وتعالى تواصل معكم بعد هذا الفاصل أ... بعد هذا الاتصال تفضل أخي السلام عليكم وعليكم الشيخ السلام ورحمة الله السلام عليكم برديني. لو سمحت بغيت السؤال لأكي. من معي أول من معي طارق الأحمد والنعم من وين؟ مرة شخصين شخصين. والنعم فيك تفضل برش. الله ينعم بحالك الحين الخيرة كيف أنا أعرف كيف أفرق بين أن التأخيرة هذه فيها خيرة أو هي عدم توفيق من الله سبحانه وتعالى نعم إن شاء الله هذا سؤالي يفضل لأن الواحد يعرف الواحد طبعا الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب لكن الانسان عنده في علامات شو العلامات اللي الانسان يقدر ياخذ فيها على اساس انه يعرف هاي الخيره فيها خير من الله سبحانه وتعالى او هي عدم توفيق من الله سبحانه جزاك الله خير ان شاء الله راح نبين لك باذن الله بالنسبه لسؤال اخونا الفاضل كيف نفرق بين ان هذا خير وهذا الشر؟ شوفوا يا اخوان كل خير كل خير امر المؤمن كله كله خير كما ورد في الحديث. اذا اصابك مكروه بلاء تقول عسى خير الله سبحانه وتعالى يبي يطهرك في الدنيا ما يبي يعاقبك في الآخرة إن الله إذا أحب عبد ابتلاه وإذا ابتلاه صبره شوف الآن وإن الله إذا أحب عبد عجل له العقوبة في الدنيا إذا إذا حدث لك أمر ما قل لعله يكون في خير لعل الله سبحانه وتعالى يصرف عنك شر أعظم بهذا الشر اللي تظن أنه شر لك انت تقول خير لان الله يكفر ذنبك انت ما تعلم الله سبحانه وتعالى يدفع عنك بلاء بهذا البلاء الصغير وانت ما تعلم مثل اعطيك مثال انا مثل البنت الحين واحده من الاخوات الى الان ما عرست وتندب حظها وتبى تعرس اسال الله ان يرزقها الزوج الصالح باذن الله لكن الله يعلم وهي ما تعلم الله يعلم بان هذا الزوج راح يكون شر لها فالله ابعدها دليل موسى عليه السلام مع مع الخضر الرجل الصالح ما قتل الغلام فموسى استعجب كيف تقتل غلام ما ذنب بريء فما اخر شيء لما عرف موسى انه راح يكبر ويرهق ابواه طغيانا وكفرة عرف بان الله اعلم وهو ما يعلم بهذا الامر لذلك الامر كلها خير من الله سبحانه وتعالى اساس كل خير اخي انا اقول لك تعلم ان ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سواء اصابك شر ولا خير تقول الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابه امر يعني جاءه امر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واذا بشر بالامر الذي يسره واذا بشر بالامر الذي ما يسره يقول الحمد لله على كل حال فانت تقول الحمد لله على كل حال اذا ما يسرك هذا الامر واذا تفرح به قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وحده من الاخوات جاءتني تقول لي يا شيخ انا عايشه في بلاء مع هذا الزوج. تقول والله بديت اتضرع الى الله في الثلث الاخير من الليل وبديت ادعو الله وبديت بديت ليه ما الله سبحانه وتعالى يعني ليه ما تعودت على قيام الليل. قلت له شفتي هذا البلاء؟ الله رزق لك الخير الله رزقك الخير من وراء هذا البلاء اختي. لذلك يا اخواني لا تيأسون ولا تتع يعني لا تضجرون من هذا اللي ياتيكم. فاصل ونرجع ونواصل معكم تريوني. رجعنا وياكم مره ثانيه. أه نرجع الى عنوان الحلقه اللي هي كل تاخيره فيها خيره، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون قصه يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام حقدوا عليه ابنائه اخوانه رموه وين في الجب طلع يوسف عليه السلام من الجب سكن في قصور المترفين يوسف عليه السلام كاد امراه العزيز راودت عن نفسه عن نفسه ابى يوسف عليه السلام ان يقدم شهوته على حب الدنيا على حب الله سبحانه وتعالى قال السجن أحب إلي دخل السجن يوسف عليه السلام ما كان في القصر كان في البير دخل القصر من القصر دخل السجن من السجن أصبح عزيز مصر ويوسف عليه السلام يوسف ما كان في السجن كانوا معه اثنين مع أنه أفضل واحد فيهم قالوا إن نراك من المحسنين لكنه كان آخر واحد الخروج من السجن اللي طلع اول واحد اصبح خادم يسقي ربه خمرا والثاني صلب وأك وقتل شوف هاي الرؤيه اللي راها راوها وفسر لهم يوسف عليه السلام يوسف اخر الخارجين من من السجن اصبح عزيز مصر الان انتم في المسابقات المركز الاول يعلن عنه اول المسابقه اول الحفل ولا في النهايه العاشر والتاسع والثامن والسابع والان نقول نذكر لكم الفائز بالمركز الاول دائما الفائز يؤخر دائما اللي يتاخر يتامل خير من الله سبحانه وتعالى انت ما تعلم الله يعلم ام موسى عليه السلام ما القت ابنها في الجب في في الماء حتى يذهب عن عن فرعون عن ال فرعون مش مضره الظاهر لها مضره لابن لابنها لكن مستقبلا ماذا حدث لموسى عليه السلام خرج يعني ربه موسى وخرج يعني أصبح أصبح لفرعون اللي طلع موسى عليه السلام ودعا دعا, دعا إلى الله سبحانه وتعالى مع أنه كانت خائفة كان فرعون كان يقتل الصبي الصغار فألهمت من الله أن ترميه رمته في الماء وذهب إلى قصر فرعون وخذوه عندهم وربوه خير كان لام موسى ولا ما كان خير مع ان الظاهر انه شر ذلك الظاهر لكم في مضره لكن الله يعلم وانتم لا تعلمون كل تاخيره فيها خيره واحد تم تفنيشه من عمله والضايج قال كيف انا الحين بحصل العمل حصل له عمل في مكان شفته بعد فتره قلت له هاي يا زول كيف حالك كان يقول لي بخير قلت له كيف انت الان قال والله يا شيخ كنت جالس على كرسي وانا اخذ آلاف الان اخذ اكثر عن عشر ألف قلت له خير ولا مو بخير؟ قالوا والله خير، ومؤذن مسكين تم تفريشه من عمله من المسجد الخاص وبعد فتره حصل له وظيفه افضل من الوظيفه اللي كان فيها. قلت له خير لو مو بخير؟ قالوا والله خير، بس احتساب يا اخواني بس احتسبوا الاجر. احسنوا الظن بالله من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، هذه اللي ما عرست ما جاها زوج الى الان تسمعني. الله يعلم وانت ما تعلمين، لعل الله كاتب لك الزوج الظالم، زوج الضراب النساء كما ورد في الحديث عن عن احد الصحابه. الله بعد عنك هذا الزوج الظالم اللي مقدر لك في اللوح المحفوظ بسبب الدعاء انت دعيتي. عمل معروف مصارع مصارع شو صنائع المعروف تقي مصارع السوء، انت سويتي خير في دنياك. الله ابعد عنك زوج ظالم انت ما تعلمين تحزنين ولا ولا تفرحين الله قدر المقادير في اللوح المحفوظ كل انسان راح ياخذ رزقه في هذه الدنيا حتى الطاعات والعبادات هي ارزاق من الله سبحانه وتعالى فوت محبوب اعلم بان الله سبحانه وتعالى سوف يرزق افضل من هذا المحبوب اللي فوته مثل قصه الملك مع الوزير عرف ان الخيريه في 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 اختاره الله سبحانه وتعالى انسان احيانا يحزن ولده مرض لعل هذا الابن اذا كبر راح يكون عاقلك فالله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا المرض حتى يبعد الشر عنك ويبعد الشر عنه ويدخل الجنه ويشفع لك يوم القيامه مثل هذه اللي عندها ابن معاق في البيت الان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الابن حتى تتقرب اليه في عند الله تتقربين الى الله ان الله اذا اعطى الانسان منزله ولم يبلغها بعمله ابتلاها الله في ماله او ولده او جسده ثم رضي وصبر على ذلك حتى يصل الى تلك المنزله فلا تحزنين لا تحزنين مثل ما اتصلت البارحه ام عبد الله عن عن ابنها اللي كان مشوه في بطنها فحزنت لكن دعت الله، الله غير الحال من حال الى الى احسن حال. الله كان يباهم بس يسمع صوتهم. بلاهم بهذا الخبر وبالفعل كان مشوه، لكن رب العالمين يريد منهم الخيريه ان يسمع صوتهم يتضرعون بين يدي الله. احيانا يصاب الانسان ببلاء، بهم، الله يبا يسمع صوتك. يباك تقول يا رب فرج علي، يا رب فرج كربتي، يرزقك رب العالمين افضل من هذا اللي انت فقدته. عسى خير. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واحد من الاخوه يقول كنت اتريى اتامل إن, ان ان يطلع اسمي في الاسكان في البيوت الشعبيه. يقول مامل خير وزوجتي فرحانه اني بنسكن بيت راح يعطونا بيت جاهز. يقول سبحان الله يوم طلعت الاسماء سقط اسمي شهوة وحزنت. زوجتي حزنت فقلت عسى خير، يقول سبحان الله ختم ملفي ونقلته الى 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 اللجنه الاخرى، يقول سبحان الله الله رزقني بمنحه بدون قرض، اللي يقول اللجنه الاولى كنت كان كانوا بيقرضوني وكنت 25 سنه كنت بدفع، يقول سبحان الله نقلت بعد شهر طلع اسمي يقول بنيت بيتي بدون قرض، يقول الحمد لله لو كنت ساكن في اللجنه الاولى كنت بدفع قرض. لكن اللجنه الثانيه اللي انا كرهت وما طلع اسمي طلع لي طلعت لي منحه يقول انا الان ساكن يقول الحمد لله بنيت بيت اكبر عن البيت اللي كنت بحصله. يقول بنيت بيت بدون ما اخذ من البنك، بدون ما يكون علي دين، فهذا خير ولا مو بخير؟ ايها الاخوه لا تحزنون، الله قال انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. ظنوا بالله سبحانه وتعالى خير رب العالمين راح يزركم خير يرزقكم خير كما ورد في مدارج السالكين ان امراه طردت صبيلها شوفوا رحمه الله سبحانه وتعالى كيف ارحم بنا من امهاتنا فطردت ابنها فبدا الابن هذا يقول وين بروح ما عندي مكان الا هذا البيت فرجعت وسط خده على عتبه الباب فالام لما فتحت الباب في الصباح شافت ابنها قامت تبكي وترمي وتحضن ابنها تقول ليش ما تسمع كلامي ليش ما تسمعني ليش ما تفعل ما اريد الله قال العلماء بان الله ارحم من هذه الام ارحم من نفسك الله سبحانه وتعالى لذلك مثل ما تفضل اخونا السائل الله قد يبليك بهذا البلاء حتى يطهرك من الذنوب انت فعلت ذنب رب العالمين يبايشي عنك الذنب بهذا البلاء تتاخر عليك الوظيفه تصاب بمرض خسارة مال واحد من الأخوة اتصل فيه يصيح يبكي يقول يا شيخ والله أن أن شريكي نصب علي عشر مليون وقام يبكي 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 قلت له يا أخي أنا بسألك سؤال واحد أنت قلت اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وغني فضلك عمن سواك يقول لي هي قلت الله أبعد عنك ثلاثة عشر مليون ما كان خير لك قلت له خير لهم بخير والله فرح قال نعم والله خير جزاك الله خير الله يعلم أنتم ما تعلمون أسأل الله أن يعيني ويعينكم على هذه العبادة وأن نصبر عند البلاء ونقول خير لأن الله يريد من الخير ونختم مجلسنا كما كان يختم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما ولا مقترن عليه في الرزق اللهم وفق ولي امرنا رئيس الدوله الشيخ خليفه بن زايد ونائب الشيخ محمد وولي عهد الشيخ محمد بن زايد وحكام الامارات وجميع حكام المسلمين لما تحب وترضى اللهم ارزقنا البطانه الصالحه اللهم ارزقنا البطانه الصالحه يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته